النهاردة ذكرى ميلاد الكاتب الصحفي والإعلامي الأستاذ وائل الإبراشي، واحد من أبرز الكتاب الصحفيين والإعلاميين في مصر، اللي قدموا إعلام صادق، إعلام مهني، إعلام قدم معالجة كتير جدا لمشاكلنا المجتمعية. الأستاذ وائل كان بيتميز بتحقيقاته التلفزيونية اللي كان بيقدمها في عدد كبير من برامجه. كان آخر ظهور ليه على شاشة التلفزيون المصري في برنامج التاسعة. في ذكرى ميلاد الأستاذ وائل الإبراشي نشوف التقرير اللي جاي. اليوم هو ذكرى ميلاد الكاتب الصحفي والإعلامي وائل الإبراشي، أحد أبرز الإعلاميين الذين قدموا إعلاماً مهنياً صادقاً، وساهم من خلال برامجه المتميزة في تقديم معالجات لكثير من مشكلات وهموم المواطن. أيضاً كان يمتلك الإبراشي قلماً صحفياً حراً، وعبرت كتاباته الصحفية المتميزة عن مواقفه تجاه مختلف قضايا الوطن. ولد الإبراشي في مدينة شربين بمحافظة الدقهلية في 26 من أكتوبر عام 1963. بدأ حياته المهنية بالعمل الصحفي في جريدة روزا اليوسف، وانتقل بعدها إلى صحيفة صوت الأمة حتى أصبح رئيس تحريرها فيما بعد. حقق الإبراشي أكثر من سبق صحفي مثل لوسي أرتين والهاربين في لندن وتحقيقات اللاجئين في الجولان وغير ذلك من التحقيقات الصحفية التي لفتت الانتباه إليه. قدم الإبراشي برنامج الحقيقة على قناة دريم الفضائية، والذي حاز على نجاح كبير، وذلك خلفاً لمقدمته السابقة الإعلامية هالة سرحان. وبعد مغادرة منى الشاذلي لبرنامج العاشرة مساءً، قدمه وائل الإبراشي خلفاً لها أيضاً، مما جعله حائزاً على شهرة كبيرة. وقدم الإبراشي برنامج كل يوم على قناة أون، وكان آخر برامجه على شاشة القناة الأولى برنامج التاسعة، حتى أصيب بفيروس كورونا في ديسمبر عام 2020، ورحل عن عالمنا يوم الأحد 9 يناير عام 2022. رحمة الله على الأستاذ وائل الإبراشي.